السلام عليكم الزمشدين، صلوا الحبيب قلبكم يطيب. طبعا قبل فترة من الفترات سحبت اوكي ادري ساح 3 أسابيع، بس لا تنسون انه انا نزلت فيديو 40 دقيقة. مين كان يتوقع اليوم يا اخوان راح نشوف ستباتكم الخرا اللي ارسلتوا لي في الانستغرام؟ ان شاء الله يعني الوضع تحسن يعني فاهم، يعني عن اول مو بس ستوب ماوس باد مدري ايش زخرفه حق ذا، ولا ان شاء الله انه يكون الوضع الان يعني غير، يكون في تنويع في الستبات وزي كذا. طيب اول ستاب عندنا اوكي حبيبي، قاعد في صالون انت ولا ايش؟ والله شكله قاعد في صالون يا عيال، شوف الكرسي حق الحلاق ذا يا ابوي كيف كذا يا عيال، ذا صدق يا عيال ولا كذب؟ يا بالله بدون كذب احس اني هطف كذا وانتم قاعدين تطقطقون علي. نقول انه ستبك مبدئيا انا صراحه عجبني، يعني احس انه في يعني اشياء يعني فموجود في ستب، مو لازم اروح انا اقوم ومدري ايش، يعني مثلا عندك زي اللي هو حق المغسل يعني تغسل يدك، يعني ستب جميل يعني ستب منوع اتوقع انه رهيب. نشوف اوكي والله كوزي ولد ها كوزي كذا، تحس الوضع دفاية كذا والله جميل يا اخي. وشوف انا اللي عجبني ان انت ما عندك كرسي جيمنج، عندك كنبة توقع، فالكنبات انا اشوف انا من النوع اللي احب الكنبة اكثر من كرسي الجيمنج والكراسي، يعني لانه صراحة انا يعني جربت كنبة يعني انا بفتح سالفة الان بس ما اعرف كيف كيبل مانجمنت. شوف بالله يا الله يرحم امك نظام الكيبل مانجمنت ومدري ما حد مهتم اوكي، لو مليون سلك تحت في الارضيه ما حد مهتم الله يرحم امكم. ستب ارضي حلو جميل والله، والله يعجبني ستب الارضي، هذا ستب ارضي يا اخوان. الستبات الارضيه برضو لها جوه، بس لازم يكون معاك كرسي كويس، كرسي ارضي كويس، ما تقعد تكي كذا يمين بالله بتكره القعده ظهرك بتكسر. يا يعني لك ثري مسوي لي منشن بالستوري، شيت اختفت الستوريات ستب حقي اوكي والله حوسه قسما بالله يا اخوي يا ولد مليون حاجه في الصوره يا ولد، بس يعني احس لو نترتب المكان يعني لو ترتب المكان بيطلع شيء جميل، بيطلع شيء جميل اوكي، يعني بس يبغى لك ترتيب. بس انا طبعا اخر واحد يتكلم عن الترتيب، يعني غرفتي فين هوسه في سلك كذي اماين ما ادري ايش ابو اوكي والله ستب ذا 10 على 10 اوكي. ستب هذا ذكرني في بدايتي شويتين، يعني كان عندي نفس الشيء تقريبا كذا فاهم، اللابتوب الكيبورد نفس نظام الكيبورد كذا، حط على اللابتوب فوق الماوس طبعا اي شيء، الماوس باد برضو، الكرسي والشاشه كذا السدحه حق حرفين انت تذكرني بنفسي والله. هذا من الحلقه اللي فاتت وانا قاعد تسفل في انواع الستبات هذه، اللي اذا كان ستبك يعني من النوع هذا اللي يكون الشاشه فوق وانت تحت، ستب ذا زي الخرا اوكي، هذا ما يتقيم هذا زباله على طول. ستب مدرسي، ستب يعني واحد في المتوسط او في الابتدائي، اعوذ بالله لا اله الا الله، الله يوفقك الله يوفقك. شو الحوسه دي يا اخوي، يا عيني التصوير، لا والله الماوس باد يا ليل، ام الماوس باد المحلوب يمينا بالله، ذا اكثر ماوس باد اشوفه في العالم يا عيال، والله ما شاء الله والله ما شاء الله بسم الله. طيب المواصفات طبعا انا ماني مهتم يا عبد الرحمن معليش والله، بس نظام دحماس ذا ما معليش يعني كستب يعني والله اوكي. شوف بعيدا عن الصور اوكي، بعيدا عن الصور الماوس باد اللي عنده نفس اللي عندي بس اللي عندي انا مغبر شويتين في لون ابيض هنا ما ادري ليه، ونفس الارضيه تقريبا الارضيه الخشبيه ذي فاهم تقريبا يعني نفس الارضيه. والله ستب جميل يعني انا بالنسبه لي انا اوكي بالنسبه لي انا اشوف انه ستب يعني بيسك مره كذا فاهم، بس لابتوب ماوس كرسي صورتين كذا كيوت بس خلاص هذا. طيب للاسف كثير راسل لي ستبات بس انها تكون ستوري، ومع الاسف انه انا كنت متخاذل الاسبوع اللي فات، كان المفروض اني اصور المقطع ذا وينزل الاسبوع اللي فات، لكن المهم انه اكثر الستوريات اختفت فصار لي ارشيف وما يمديني الحين اشوفه، فبارجع طالبهم الحين ينزلون لي ستبات مره ثانيه. يا قسما بالله ذا كان ستب القديم حتى نفس الشاشه، والله نفس الشاشه تقريبا اللي كانت عندي، بس الحواف كانت نحيفة اكثر، والله نفس الستب حقي اللي كان في الديره يعني كذا، نفس السوني حقي القديم سوني 4 كذا شايل ام السطح حقه، والسماعه يا عيال والله نفسه اقسم بالله وعندي اياها، اذا لقيت صوره لي وانا صغير بحطها لكم كذا، السماعه كبيره علي ما ادري كيف. سيت اب متواضع الله يوفقك حبيبي. اوه اوكي هذا هارد كور حرفيا في الستب اوكي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اوكي، هذا المعرقين حقين الستب هذول هم. هذا الستب بدون ما اتكلم بقول جميل، هو صح انه مو نفس جوي اوكي، وانا ما احب الستبات اللي كذا، بس مجملا هو جميل يعني شكلا يعني فاهم. يا يعني انا والله ما افهم، يعني انت عندك الان مثلا ميزانيه تشتري بي سي، تروح تشتري له لابتوب يا اخي، انا مال امي دخل بس ستب عادي جدا يعني صراحه يعني شيء يا ولد كلين يا ولد مره، في شيء غريب في الصوره ما ادري ليه يا اخي، مسروق الستب ذا ولا الصوره مسروقه ولا ما ادري والله، خليني اشوف صوره الحساب دقيقه، نبغى نتاكد من الحساب اوكي. حاط صوره ابو
ستب ستب واحد فنبوي تحس كذا ما ادري اوكي خلاص ما بقعد اتكلم بزياده. ستب جميل للمره الثانيه يا اخوان اللي يصور في ظلمه الله يرحم والديك. ادري انها تعطي جماليه للستب بس نبغى نشوف نبغى نعرف الحقيقه ايش في ايش مخبي انت. سبايدر مان هاري بوتر اوكي اجزاء هاري بوتر اوكي اسطوره. بريكنج باد اكيد اكيد المسلسل المقتبس من المسلسل الاسطوري التحفه الفنيه ذا سوبرانوس اللي ما حد راح يعترف انه افضل من بريكنج باد. مونسترز برايم يا اخوي رتب زاويه كذا من الستب فام وصور لي اياها اللي رتبها بس فام الباقي مسحوب عليه. الله 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 والله يا عيال الستبات ذي راحه يا اخي كذا بالذات. شوف الستبات هذه ما تنفع الا في مكان اجواء حلوه اوكي. يعني انا لما اروح الديره الستب لازم يكون ارضي لازم يكون ارضي والحاف ذا مدري البطانيه ذي يا اخي والله اسطوره. صبي لي ليش صبي لي ليش يا اخي قلت ستب ما قلت صباك. طبعا اكيد الصوره فيك بس انا ماني مستوعب هذا كيف ستب بني ادم. لا اله الا الله كم سجارة اعوذ بالله. اكس بوكس 360 صورة الديسكتوب اعوذ بالله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اوكي هذا ستب نفس نوعية الستبات اللي ما تكون نفس جوك بس انها مجملا يعني بطبيعة حالة انها جميل. والبي سي ما شاء الله يعني حتى في صورة هنا هذه حقت انترستيلر ذي ولا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لك. وانا والله ما ودي اقول كلمة ثانية غير ما شاء الله عشان ما يصير شيء ولا شيء. حرفيا يعني جنرال كونسل ستاب مرة اوكي ما شاء الله تحس ستاب روحاني كذا تعرف الستبات الروحانية دي اللي ما اعرف كيف اشرح الكلمة اللي في راسي. طيب ما اعرف كيف اشرح ستاب لكن ستبك والله مرة جميل اوكي يفتح النفس شيء يفتح النفس كذا احس الستب كذا فاهم كذا لما افك الثلاجة وادخل راسي فيها كذا فاهم نفس الشعور في شعور كذا مقتبس من الشعور ذا ما اعرف كيف اشرح بس ستبك جميل والله مرة جميل معطيني اياه بسلو موشن يعني قال لك شوف زي الخرا اوكي بوكسات جنبه حاطه ما شاء الله اوكي ستب اللي بعده من دحين توب التوب افضل ستب قد شفته في السلسله الان الى الان اوكي اول مشارك عندنا نظام وماك بوك توقع اوكي جميل جميل والله جميل عجبتني الليدات هذه اللي تصميمها غريب زي كذا عجبتني شويتين كذا جاي متناسقه مع الديسكتوب فاهم صوره الديسكتوب ذي اوكي اوكي شوف هو مسوي حركه جميله اوكي مشغل الفيديو توقع حق الطفايه ما ادري الطفايه ايش يا حمار. انا يعني صح اني تكلمت انه الظلمه مو كويسه يعني تخفي اشياء عن الستوب لكن اللي عجبني انه مسوي على الاقل حركه فاهم مشغل الفيديو اساسا دفايه وكذا فجميله يعني معطيني تقريبا من زاويه في الغرفه فمطلع المجمل يعني ستوب جميل ستوب جميل والله يا عيال والله انه ينفع يكون كرسي والله ما اخفي بعدين يمكن الناس تصير من جد تجيب كرسي حمام تحطه على اساس انه كرسي. ستب متواضع حق دراسة اوكي كنت بقول حرفيا انه ستب حق دراسة بس لو تجيب لك كذا فاهم لمبة تحطها جنبك كذا لمبة صغيرة فاهم تنور لك شويتين كذا والله بيطلع الشكل كذا حلو. انا بس اعطي اقتراحات فاهم يعني هذه فايدتي في الفيديو حرفيا كل حبيبي نزارف ستب معمل الحاسب ولا ايش حرفيا نفس الشاشة نفس البي سي ذا نفس الكيبورد نفس الماوس مشي الوضع مشي. ستب الثاني يا عيال والله ستباتكم مره نفس الشيء انا اتوقع اني خلاص ما عاد بنزل السلسله دي ما يحتاج دي. والله ذا يا اخوان اخذ زاويه الغرفه يصور لي من بعيد كذا فاهم اعوذ بالله كم عنده حاجه هنا عنده لابتوب دل نفس اللي عندي الان قاعد اصور فيه الفيس كام عنده دمبل مرمي هنا سوني 4 كتب هنا والله ما ادري ايش ذا هذه فراشه اسنان دي كيف بس يا اخواني انا خلصنا توقع الان المطب ايوه هنا تعرف اني قعدت في الفيديو كثير اوكي عشان ما حد يقول ليش تسلك ومقاطع